FM. الكلمة ليك في الأكتو فيسبوك اليوم باش نبداو مع الخبير هذا. قال لك قريبا الاستغناء عن الحافلات الصفراء وتعويضها بحافلات بيضاء بيضة كما نقولوا نحن هنا في نابل. الكلام هذا قاله سيد الوزير وزير النقل أنيس غديرة. باش نتوجهوا له هو بيان سور من الاول. طب احنا قلنا وزير تونسي بفازات كنديه وزير جون ويمثلنا نحن شباب ونورمال. اما شنو معناتها كار بيضة؟ احنا حاشتنا بكار اوسع كار انظف وكار كي تركب فيها ما تخرجش ريحتك كلها اسانس ومازوت. نحب نسال وقتاش اي نعرف وقتاش اخر مره سيد الوزير ركب فيها في الكار؟ خاطر حسب احصائيه انا عملتها شخصيا مسافه الامان بين الراكب والراكب هي 0 سنتيمتر. معناه في الكار كنا اسره مع بعضينا صفر بالحق 0 سنتيمتر والناس كل نصور ركبت في الكار. منحب نعرف هل تبديل الكولور من الاصفر ولا الابيض باش يوسع في المسافه هذه وتخلي مستعملي الحافله يحس اللي هو دفع الفلوس مقابل خدمه مش دفع فلوس باش يتمرمد. سياني زيد انا ما نقول لك انت ما يخفى عليك شنو اللي قاعد يصير في الكيران الصفراء اللي من المنتظر باش تولي بيضة. اما انا هذا الكل ماهوش هذا اللي هممني. هات نحكيوا على اللون الابيض هي اسمها كار صفراء كيف باش نعملوا معناها هي خاطر انا من المستعملين الاوفياء تستنى في الكار صفراء جي بيضه لا ما نركب معناها الوهره الكل نتاع الكار الصفراء نتاع اللون الاصفر اللي يبدا من البيت راه هو جي شبيني حسيت روحي فيزي تركب في الكار الصفراء؟ لا اللون الاصفر اللي من بعيد جي لا الاصفر الاخر ما فما الدرجات في الاصفر فما الاشفر معناها المترو يولي اورانجي مثلا انا ضد ناك حمل همامي ضد كار صفرة سيراجي موقف جبهة شعبية هذا ضد الكار صفرة ضد تولي لندرة في لندرة الكار باش تولي مكتوب عليها بالحق الكار باش تولي مكتوب عليها الله أكبر لا سبحان الله سبحان الله عاملينها هذيك جمعية اي جمعية مدنية وإحنا على أبواب سيدي رمضان عاملينها على رمضان فوالا على رمضان دونك مكتوب عليها سبحان الله بالحروف يكتبوا عليها اللي يحبوا أما راهي صفرة تكتب عليها استنى أني جيت كتب عليها الكار معناها عبير تحب تبكي على الكار الصفرة على اللون الأصفر وزاد بشرنا الوزير اللي شراوا 1136 كار باش يجيو بيض معناها انت الافق نتاعك ابيض تاع شنو وانت تلوج على الصفرة قولوا خلينا كار واحد تايمه هكا تايمه صفرة خلينا ما نشوفوها من الازلام كار من الازلام احنا عندنا اليوم بحضنا فتاة جميلة هي فرنساوية تحب تتعلم اللهجة التونسية رحب بها معاذ قبل كل شيء مرحبا بك ناديا je comprends pas désolé c'est quoi cette langue je parle pas arabe je parle pas arabe اسمعني هي بابا انا عرب هي تحب تتعلم معناها هي عندها كلمات بالفرنسي تحب تعرف كيفاش نحن نقولهم بالتونسي قولها ابدا ما تفضل ناديا je comprends pas désolé mais je comprends pas le français commence commence vas-y gravé comment est-ce qu'on dit gravé gravé سهلة راه مش اسمع فسر لها بعد معاذ اللي راهي اللغة الفرنساوية مش بعيدة برشا على اللغة التونسية على اللهجة معنا كيس كيلا دي سيت اغا هكا ولا سي راجي اللي دنيابوليس لا فيبا داكور اي سي اون مالادي انكوراب تناس داكور اون اي فا انا فا هكا ولا سي اوريب سو تروك كوت سيزو كات سيزو تقصد arrière ariel 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 قدام japonais شبابنا électricité électricité من فضلك étude outide je sais pas ce je comprends pas ce qu'elle est en train de dire mais elle a l'air de m'insulter c'est ses yeux de Bernard Fri continue continue penalty بلانتي هذيك نتاع الكرة ما يفهموكش كي تقول راه قول بلانتي ما يفهموكش بلانتي باتان باتانيت من فضلك من فضلك احترم اللغة نتاعنا لغة الميكانيك جينيرال بار بريز بار بريز شوفور شيفو سيجاريت سيجارو من فضلك كولور كولير Pardon Couleur, mais je ne sais plus. Couleur. Ah, c'est la même chose, couleur. Oui, à ma couleur. Nokia. Nokia. Dis-moi, 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 dis-moi,
chargé. Et tu es en train de t'apprendre. Non, je ne comprends pas, mais je te regarde et c'est amusant. C'est la vie, mais je suis pas là. Maman, fils, tu es en train de t'apprendre. Parce que tu es en train de. La traduction est très simple. Hein. C'est quoi? C'est un accent. Chargé. Chargé. BMW. BMW. Échappement. Chaque mot. Chaque monnaie. Ginehesh. Chaque monnaie. Réfrigérateur. Frigidaire. Ça va, tu vois les frigidaires. On dit je t'aime. Mais Aïcha, ça m'a frigidaire. Cuisine. Cuisine. Hôpital. L'achla, brabi, cuisine. Ahna, mani, n'arfoua, cuisine. Et quelle mot italienne? Eh, à ma qbel, je connais un sami, mani, mandesh, esma. حيت الكل كوجين كوجين ما كلش طيب كوجين اجا طيب وسط الدار عندنا الطابونه عندنا الكوشه عندنا نقول موزعه الوظائف نتاع الكوجينه موزعه هاصله اوبيتال سبيطار اسكالوب اسكالوب كاولونا ها مينيون مينيون تو سيرفيس مينيون تو فضلك سيرفيس هذه اخو جمله سيرفيس ستيلو ستيلو انفيرمي فيرملي سي هوريب فضلك سيرجيش خوف الاعتداء صارخ مش اعتداء ذيك لغتنا والله عامله بحث لغوي في الالسنيه التونسيه وتطبيقاتها حبل ترجمه من اللغات الاوروبيه هايله هايله سنيرت لاكسيدان انت سنيرت لاكسيدان سنيرت سينيالي امشي لساتيمك جبت على الكارات الكار الصفرة وقت يدخل الشيفور والحس حيت يسنير لاكسيدان سنة والفارماسي سبيسيرية سبيسيرية اي بسيور عبير يعطيك الصحة وربي يهديك وربي سيح حفظتهم ولا نجم تروح نجم سيح باش نكملوا بتصويرة اللي دارت برشا البارح على فيسبوك وكانت صورة الأمس بامتياز على صفحات التواصل الاجتماعي اللي فيسبوك وإحنا مختصين في الفيسبوك اللي هي صورة جينا من صفاقس تصويرة امرأة مناضلة تونسية خاطر هي أكثر إنسانة يظهر لي ومواطنة تنطبق عليها كلمة معناها مناضلة امرأة عاملة نصبة في الطريق نصبة متاع خضرة والنصبة هذه هي نفسها فيها فرش صغير من اللوطة وين راقد ولدها صغير معناها راقد في وسطها معناها المرأة صارت تحديت الظروف والمزيرة اللي تعيش فيها وخرجت تخدم معناها ولدها معاها ما قعدتش حايرة وين مش تحط ولدها والكل عملت له بلاصة صغيرة هي تصويرة توجع شوية كي ترى طفل سخطو راقد في الطقس هذيك والكل في بلاصة كيف ما هكيكا أما تصويرات توري معناها مرأة قوية ما خليتش الدنيا بيان سور تغلبها وتحديت وخرجت تيخو معناها تاكل باش تاكل لقمة حلال وبرشا سؤال بتدخل يسألوه برشا ملي كونيكتي البارح الكل اسكو المرأة هذي باش تتحسن حالتها بعد تمرير مشروع قانون المساواة في الميراث ولا زعم هذي هي الاقتراحات ولا الأولويات باش نحلوا مشاكل الناس ونقضوا صغيرات ونوفروا لهم أبسط مقومات العيش الكريم الكلمة ليك